لحظة، ضمن الأمور توضح لك مدى فصل الخيل بين الجانبين قبل أن تقع مباشرة. نروح هنا، كان هنا قطع شيء معين خايف منه، يمكن ما درى عنه أصلا. هذا مكان وأنا راجع في نفس المكان طالع الشيء يسار مركز فيه خايف. أنا نفس الشيء، إحنا رايحين هنا شيء يمينه نفس المسافة ولا درى عنه أصلا. والرجعة شيء صار يسارة نفس المسافة والله مركز معه. على فصل الخيل بين الجانبين على تسبب يكون مطلع من جهة من جهة أو مثلا ما كان مركز من جانب كان شغل كان يسار كان حاق الشيء اليمين، ثم الآن كان بالعكس تركيز يسار وحاق اليمين الشيء صار يسار تركز معه. يوضح لك مدى الفرق بين الخيل والبشر. البشر مستحيل يحصل شيء معه، ولو حصل يمكن يحصل بسبب تشتت مع الشخص لما كان مركز من تركز معه، لكن لو ركز أو مجرد عينه جت على الشيء كان مطمئن في الروح بيكون مطمئن في الرجعة، مطمئن شيء مين بيكون مطمئن وشيء سار، إذا كان مطمئن مطمئن التوازن. الخيل يفصل فصل كان بين الجانبين يركز عليه من الأمور الأخرى، ركوبك على الصانع النزول عليه لما يجفل لما يخاف لما تقدم مثول وخلاص التمارين اللي تسويها في الأسواق. دائما يفصل بين الجانبين فصل تام شغلتك ووظيفتك إنك تسوي كل شيء يسار عشان تحاول تقدم الفرق اللي يشبك بين الجانبين أو يوازن بين الجانبين.